بسم الله والابن والروح القدس الهنا واحد امين. نرحب بكم في هذا الاجتماع ونواصل بنعمه المسيح دراستنا وتاملاتنا في رساله معلمنا بولس الرسول الى فيليبي. احنا قلنا في الاول ان رساله فيليبي مشهوره بانها رساله الفرح وكلمة الفرح بتتكرر فيها كتير. شفنا فرح بالإيمان وفرح في الصلاة وفرح في احتمال الآلام وفرح في ظروف كتيرة مختلفة. ولما نراجع كلمات الإنجيل نلاقي إن الرسول بطرس يقول إذ تؤمنون بالمسيح تبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد. وإن الرب يسوع نفسه للمجد قال سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم منكم. ونبص نلاقي في تسبيحة العذراء القديسة مريم نلاقيها بتقول تبتهج روحي تفرح نفسي بالرب تبتهج روحي بالله مخلصي. ونلاقي الفرح ده لو نحاول لما نحاول اننا نستخلص ايات الفرح في العهد الجديد نلاقيه بيتميز الفرح المسيحي عن الافراح العالميه والافراح الجسديه والافراح الارضيه يتميز يرتفع عنها كلها بسمومه كبير. فالفرح المسيحي هو فرح بالرب نفسه. ومش احنا بنفرح بيه وهو بيفرح بينا زي ما يقول كفرح العريس بالعروس هكذا يفرح بك الرب إله. فرح بالرب وفرح روحي فرح بالخلاص فرح برجوع الخطاة إلى الله. كل نفس بتكسبها للمسيح بتطلعها من جهنم وبتديها باسم المسيح وعمل روحه حياة أبدية. دي تفرح قد إيه؟ دي تفرح أكتر من كل أفراح الأرض أفراح العالم. أفراح العالم أفراح سطحية أفراح قليلة صغيرة يعني قليلة القيمة مهما كانت. لكن الفرح بالرب والفرح الروحي والفرح بالخلاص والفرح بخلاص الآخرين دي أفراح مجيدة جدا. فرح أيضا لفرح بفرح الآخرين وبإسعاد الآخرين. فمثلا يقول فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين. المشاركة للآخرين في الفرح تزيده والمشاركة للآخرين في الحزن تقلله تخفف منه. فرح بالعطاء فرح بالغفران فرح بنجاح الآخرين فرح بالسلوك بالحق زي ما قال الرسول يوحنا في رسالته الثالثة. فرح بالخدمة. يقول التلاميذ رجعوا بعد الإرسالية اللي بعتهم ليها في لوقا 10 رجعوا فرحين وقالوا له يا رب حتى الأرواح الشريرة بتخضع لنا باسمك. فأنهم يعني ده حاجة يعني جميلة وأنا مبسوط إن أنتوا فرحين واختبرتوا ده. لكن أنا هقول لكم على فرح أعظم. لا تفرحوا بهذا فقط. أنا رأيت الشيطان ساقطا مثل برق من السماء. لكن هقول لكم على فرح أعظم وافرحوا بالحري إن أسماءكم كتبت في السماوات. فرحوا لأن أسماءكم كتبت في السماوات. لوقا 10:20 الفرح بالخدمة الفرح بالرعاية أعطانا خدمة المصالحة فرح بالمصالحة مع الله. الفرح بتعبك لما تتعب
من أجل ربنا، ومن أجل الآخرين، أو من أجل أسرتك، أو من أجل الكنيسة، وربنا يكلل تعبك بالنجاح، بتفرح فرح كبير، فرح بتعبك زي ما قال سفر الجامعة، زي فرح نحاميا وعزرا لما بنوا أسوار أورشليم وفرحوا هم والشعب كله، حتى الناس فرحوا وبكوا من شدة الفرح، وقالوا إنه كان مش قادرين يميزوا بين صوت البكاء وصوت الفرح. الفرح بالأعياد وفي الأعياد، عشان كده ربنا عمل أعياد كتيرة نقرأ عنها في سفر اللاويين أصحاح 25، زي عيد المظال وعيد الحصاد وعيد الخمسين وعيد الفصح، أعياد. وقال إن أنا عايز أشوفكم دايما فرحانين، فربنا يهمه إن إحنا نبقى فرحانين، مش عايزنا نزعل ونكشر ونبوز ونشيل الهم أبدا، طول ما إحنا نعرف ربنا تكون لنا حياة الفرح دي. يقول عظم الرب الصنيع معنا فصرنا فرحين، الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج، الذاهب ذهبا بالبكاء حاملا مبذر الزرع، مجيئا يجيء بالترنم حاملا حزمه. أفراح كتيرة خالص وهنقرا عنها وهتقابلنا في السكة، الفرح باستجابة الصلاة، وفرح بالتمتع بسلام الله الذي يفوق كل عقل. هنلاقي أفراح كتيرة هتقابلنا في هذه الرسالة. فبيبتدي إصحاح 3 إنه أخيرا يا إخوتي افرحوا في الرب، افرحوا في الرب، بيكررها كتير، وهنلاقيها برضو في إصحاح 4، افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. فرسالة فيليبي مشهورة بأنها رسالة الفرح، ومن أعجب أنواع هذه الأفراح اللي ما يعرفهاش العالم، إن فرح حتى في الضيق، فرح حتى في الآلام، فرح حتى في الاضطهاد. فنلاقي التلاميذ لما قبضوا عليهم بسبب مناداتهم باسم المسيح في سفر الأعمال أصحاح 3 و4، وجلدوهم وحبسوهم، يقول لما خرجوا فرحين، إذ حسبوا أهلا أن يهانوا من أجل اسم المسيح. ده فرح عجيب ما يعرفوش العالم. يبقى الواحد مظلوم ومتألم ومجروح ومضطهد وبرضه فرحان، لأنه حسب أهلا أن يهان من أجل اسم المسيح. ده شرف كبير وفخر كبير إنه يشارك المسيح في آلامه وفي اضطهاداته. فده فرح راقي جدا، الفرح المسيحي ما يعرفوش العالم، وما يختبر عمره ما يختبره أو يصل إلى. تعالى يا وجدي شوف وين شفنا في أعمال أصحاح 16 اللي هي الخلفية بتاعت رسالة فيليبي، إن لما سجن فيليبي ضرب بولس وسيلة وحبسهم وتعبوا قوي، يقول في نص الليل كانوا المساجين بيسمعوهم بيرتلوا افتح ويسبحوا الله. كان في نص الليل المساجين لأول مرة يتسمع في السجن أصوات ترتيل وتسبيح وأصوات فرح. طب ده أنتوا مظلومين ومضروبين ومتألمين وموجوعين، لكن الفرح الروحي فرح بربنا بيدي تعزية وبيدي فرح داخلي ينابيع من الفرح، فرح بالروح القدس تنبع إلى حياة أبدية. فبيقول افرحوا في الرب. كتابة هذه الأمور إليكم ليست علي ثقيلة لكن مؤمنة لكم مؤمنة. وفجأة ينتقل بولس الرسول في منعطف حاد شوية بعد الكلام عن الفرح والعظات اللي فاتت، يقول انظروا الكلاب، انظروا فعلة الشر، انظروا القطط. الظاهر انه وصلوا اخبار عن بعض المفسدين والاشرار اللي بيحاربوا الايمان وبيحاربوا المسيح وبيحاولوا ان هم
يرجعوا الناس اللي آمنوا جديد بالمسيح، ويطلبوا منهم بقى طلبات، يحطوا عليهم أحمال 10 الحمل، وإنكم لازم إنكم تختتنوا، ولازم تتهودوا، ولازم تحافظوا على ناموس موسى عشان تبقوا مسيحيين، وبيدوا تعاليم غلط وتعاليم غير سليمة. فهنا بولس الرسول يعني بيتكلم بلغة حادة شديدة شوية لما يقول انظروا الكلاب، انظروا فارس الشر، انظروا القط. كان الكلاب عادة يعني بتشير للأمم إن هم عايشين في حياة حيوانية، حياة شهوانية، حياة كلها أكل وشرب وجنس وما يعرفوش غير كده. فكان اليهود بينظروا للأمم على إنهم كلاب. ده علي كفاية، سمعنا احنا الاثنين. في مشكلة في الصوت ولا حاجة؟ لو سمحت يا منى تقفلي الصوت. اوكي. بيشير هنا للأمم، كانت الكلاب يعني هنا في أمريكا مدللة وبتاع، لكن في الشرق الأوسط كانت الكلاب بتبقى في الشوارع، وكلاب ضالة وتعيش على الزبالة والحاجات دي، فكانت مكروهة ومحتقرة. فعلشان كده الإشارة هنا إنه انظروا الكلاب دول، يعني الناس اللي عايشين في الفساد وفي النجاسة وفي الشر وفي الشهوات. مثلا الشريعة في سفر التثنية إصحاح 23 يقول لا تدخل أجرة زانية ولا تمن كلب إلى خزينة بيت الرب. فكان بيعتبر إن تمن الكلب ده نجس وما يصحش يدخل خزينة بيت الرب. مرة قال لي صديق وقال لي أنا عندي كلب ولدت 10، ودي بتتباع بمبالغ كبيرة جدا، وجايب لي قرشين وقال لي دول للكنيسة. فقلت له آسف يا حبيبي مش هقدر أقبلها. فقال لي ليه؟ قلت له لأنه الآية في سفر التثنية صح 23 بتقول لا تدخل أجرة زانية ولا ثمن كلب إلى خزانة بيت الرب. فبيعتبر إنه الفلوس اللي تدخل خزانة بيت الرب دي لازم تكون من مصادر مقدسة ومصادر شريفة وسليمة، ما تكونش لنتيجة واحدة زانية ولا حرامي سرق قرشين بيطلع فلوس السرقة اللي سرقها، ولا ثمن كلب باعتبار إن الكلب كان نجس في أيامهم. وعشان كده قال لا تعطوا القدس للكلاب ولا تطرحوا دراركم قدام الخنازير. وقال شبه الإنسان المرتاب بكلب عاد إلى خيئه وخنزيرة مغتسلة إلى مرارة الحمقى. فقال انظروا الكلاب وفعلت الشر. والقطع كان بيشار بيه برضه من ناحية إلى الأمم أو إلى بعض العادات الوثنية زي أنبياء البعل اللي كانوا بيجرحوا نفسهم علشان يستعطفوا الآلهة بتاعتهم. يقول لكن إحنا الختان يعني المفتونين نعبد الله بالروح ونفتخر في المسيح يسوع ولا نتكل على الجسد. مع أن لي أن أتكل على الجسد أيضا، إن ظن أحد أن يتكل على الجسد فأنا بالأولى. وابتدى يستعرض بقى المؤهلات بتاعته كإنسان يهودي ومعلم وبلا لوم، لأنهم كان دايما يشككوا في رسوليته وفي خدمته. فقال من جهة الختان مختون في اليوم الثامن، من جنس إسرائيل، من سبط بنيامين، عبراني من العبرانيين، من جهة الناموس فريسي يعني معلم للناموس كمان ومدقق جدا، من جهة الغيرة مضطهد الكنيسة، من جهة البر الذي في الناموس بلا لوم. ودي يعني كلمة كبيرة أوي بالنسبة، يعني حفظ كل وصايا الناموس بلا لوم. لكن لما عرف المسيح قال ما كان لي ربحا قد حسبته من أجل المسيح خسار. يعني دي كلها كنت بفتخر بيها كناشين زمان وانا يهودي، لكن دلوقتي من اجل المسيح
اللي ضيعت حياتي فيها، وأنا كنت بضطهد المسيحيين وبضطهد الكنيسة المسيحية، أنا ندمت عليه. ما كان لي ربحا دي حسبته من أجل المسيح خسارة، بل أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية، يعني زبال، لأن كل خسائر العالم دي ما تعتبرش خسارة إذا كنا كسبنا المسيح وربحنا المسيح، وده لازم يكون الهدف بتاعنا إحنا كمان نتمثل به ونتعلم منه. يقال عن المفسر المشهور ماثيو هنري، ده رجل إنجليزي عاش في القرن 18، فسر الكتاب المقدس كله تفسير جميل، وكان ترجمه للعربي أبونا مرقس داود الله ينيح نفسه، موجود في المكتبات تفسيرات متى هنري للعهد الجديد كله، للكتاب المقدس كله في وان فوليوم. فيقال إن متى هنري في يوم من الأيام سطع على بيته لصوص وسرقوا منه حاجات كتير، حاجات كبيرة يعني. فواحد صديقه بيعزيه وبيقول له يعني احنا اسفين جدا للخساره الفادحه اللي اصابتك دي، وبيحاول يعني يعزيه ويشجعه. فقال له لا، انا سعيد جدا وفرحان، وده ما زعلنيش ابدا في حاجه وما ياثرش عليا ابدا. قال له ازاي بقى، دي حاجات كبيره قوي اللي راحت دي. قال له فليكن، اولا اللي اتسرق ده، اللي اتسرق مني دي حاجات ماديه، والحاجات الماديه تتعوض، ما كانتش حاجات روحية زي خلاص نفسي ولا حياتي الأبدية، دي ما تتعوضش، لكن الحاجات المادية دي بسيطة وتتعوض تاني. وثانيا إنه اللي سرق ده مش كل اللي عندي، يعني عندي برضو حاجات تانية أقدر أعيش بيها كويس. فلقى اللي هو بيحاول يعزيه ويشجعه، هو اللي بيشجعه وبيعلمه وبيقول له أنا أحسب إنه كل الأشياء اللي خسرتها من أجل المسيح دي أو خسرتها دي نفاية، لأنها سواء من أجل المسيح أو لأنها حاجات مادية أو بسبب الإيمان، وأنا أعتبر أنها لا قيمة لها ونفاية يعني زبالة. لكي أربح المسيح وأوجد فيه، بعد كده عدد 10 يقول لي أعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته. والواحد يستغرب رسول عظيم زي بولس الرسول اللي ظهر له المسيح مرارا، واللي أسس كنائس وكتب نص أسفار العهد الجديد وشاف رؤى السماوات وكل ده، ويقول ليه أعرفه لسه؟ هتعرفه يا بولس، لسه ما عرفتوش كفاية؟ ليه أعرف وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بالموت؟ لا، من لسه يقول تعرفون تختبرون محبة المسيح الفائقة المعرفة. فكل تشوفوا التعبيرات اللي بيستعملها، مثلا محبة المسيح فائقة المعرفة، سلام المسيح هيقابلنا كمان شوية في صح 4 يفوق كل عقل، غنى المسيح يقول عنه في رسالة أفسس لا يستقصى. فكل عطايا النعمة وعطايا المسيح فائقة جدا ورائعة ولا تقاس بأي مقاييس عالمية. أعرفه قوة القيامة بتاعته وشركة الآلام أختبرها متشبها بالموت. وأنا مش بحسب نفسي أن أدركت أو صرت كاملا، لا، ده أنا بسعى نحو الغرض، غرض دعوة الله العليا في المسيح يسوع، وأنا لسه ماشي في الطريق. طبعاً درس في التواضع وفي إنكار الذات، وإن ما نفتكرش أبداً إننا مهما قطعنا أشواط في حياتنا الروحية إننا يعني بقينا خلاص قديسين ووصلنا للي إحنا عاوزينه، لا، ده إحنا لازم نقول إننا لسه تلاميذ ومبتدئين، وحنعيش طول عمرنا تلاميذ، نتعلم كل يوم في مدرسة المسيح ومدرسة النعمة ومدرسة الإنجيل.
ونسعى نحو الغرب. فليفتكر هذا جميع الكاملين، و كونوا متمثلين بي أيها الإخوة، زي ما أنا متمثل بالمسيح. ولاحظوا الذين يسيرون هكذا كما نحن عندكم قدوة، لأن كثيرين يسيرون مما كنت أذكرهم لكم مرارا، والآن أذكرهم أيضا باكيا، وهم أعداء صليب المسيح، الذين نهايتهم الهلاك، الذين إلههم بطنهم ومجدهم في خزيهم، الذين يفتكرون في الأرضيات. فهنا حيبين لنا أنه في ناس ابتدوا كويس لكن ما كملوش، ما ثبتوش، ما عاشوش حياة النمو الدائم في محبة المسيح ومعرفته وخدمته وعبادته، فكانت النتيجة أنهم بعد ما قطعوا شوط كبير رجعوا قصوا ورا تاني زي امرأة لوط. ما ينفعوش، قال دول في دايرة ملكوت الله، فارتدوا. سواء ارتدوا زي ديماس اللي قال تركني إذا أحب العالم الحاضر، أو زي الحبوب اللي وقعت على الطريق تنمو بسرعة لكن إذا جيت اضطهاد يرتدوا بسبب الخوف من الضيق والاضطهاد، ارتدوا تحت ضغوط معينة. فبيقول الآن أذكرهم باكيا، أذكرهم بالفخر دلوقتي، بذكرهم باكيا لأنهم صاروا أعداء صليب المسيح. إيه علامتهم دول؟ يقول الذين مجدهم في خزيهم وإلههم بطنهم، إلههم بطنهم، كل همهم على بطنهم والأكل والشرب والحاجات دي. في ناس كتيرة بالشكل دي بتنطبق على ناس كتيرة من اللي بيحتقروا الصوم وما يصوموش مع الكنيسة، ويقعدوا يتلككوا بتلكيكات كتيرة بعض كلام على الصحة، وده مش مظبوط، مع إنه لو درسوا أصحاح الصيام في إشعياء 58 يقول حينئذ تنبت صحتك سريعا ومجد الرب يسير أمامك، وتستغيث فيقول ها أنا ذا، وعلى طرقك يشرق النور، وتلاقي يعني بركات كثيرة عن بركات الصوم من الناحية الروحية والجسدية والأرضية، والنجاح في الحياة الروحية في إشعياء 58. كل ما يجي صيام أقول للشعب بتاعنا احفظوا إشعياء 58، وكتبوه وعملوه لامينيتد كده ووزعوه على كل الشعب عشان طول مدة الصيام. وده احنا هنبتدي صيام الميلاد اهو تاني يوم من الثانكس جيفنج، يوم 26 قبل الثانكس جيفنج بيوم، فما نزعلش على التركي ولا الديك الرومي ده، يعني ممكن الصعبان عليه قوي يبدروا يوم ولا يومين قبل الصيام، لكن ما نكسرش الصيام علشان خاطر أكل وشرب. فنعتبر أن الصوم والصلاة ووصاية النعمة دي كلها بركة كبيرة اللي خلاصنا، لكن الناس اللي بيحتقروا الصيام ويبقى إلههم بطنهم ومجدهم في خزيهم، بيفتخروا بالشرور بتاعتهم، يفتكروا في الأمور الأرضية بس، دول ما ينفعوش في الحياة الروحية، وطبعا بيرتدوا عن النعمة. يقول أما نحن فسيرتنا في السماوات، وسيرتنا دي في الأصل اليوناني والإنجليزي our citizenship، جنسيتنا رعويتنا، جنسيتنا في السماوات، خدنا جنسية سماوية من وقت ما آمنا بالمسيح وتعمدنا وتولدنا من فوق من الماء والروح، صارت لينا جنسية سماوية وهي الجنسية الحقيقية الباقية إلى الأبد، وأعظم جنسية والتي لا تزول أبدا وأعظم من كل جنسيات العالم. سيرتنا في السماوات أو جنسيتنا في السماوات التي أيضا ننتظر منها مخلصا، ننتظر مجيء المسيح إلهنا منها لتتويج المؤمنين والكنيسة ودينونة العالم،
الذي سيغير شكل جسد تواضعنا، الجسد المادي الترابي ده، ليكون على صورة جسد مجده. يعني هيغير شكل جسدنا ده في مجيئه الثاني، في لحظة، في طرفة عين، نتغير عند البوق الأخير، زي ما قال في رسالة سالونيكي أصحاح 4 من عدد 13 لآخر الأصحاح، وكورنثوس الأولى 15 51، قال لنا إننا لابد أن نخلع هذا الجسد المائت ونلبس جسد دائم خالد إلى الأبد، جسد روحاني، جسد ملائكي، جسد نوراني، جسد على صورة جسد مجد المسيح، يعني جسد ممجد زي جسد المسيح اللي قام به من الأموات، اللي دخل وخرج والأبواب مغلقة وصعد به للسماء، زي أجساد الملائكة، أجساد ملائكي، اللي يكون على صورة جسد مجده بحسب عمل استطاعته أن يخضع لنفسه كل شيء. الأصحاح الأخير، أصحاح 4، يقول: إذن يا إخوتي الأحباء والمشتاق إليهم، يا سروري وإكليلي، اثبتوا هكذا في الرب أيها الأحباء. بيتكلم عن عواطف المحبة والاشتياق لأولاده الذي كسبهم في الإيمان، ووصيته، ويقول إن هم سروره وفرحه وهم الإكليل بتاعه في اليوم الأخير، إكليل نجاحه، وطلبوا ليهم إن هم يثبتوا في الرب على طول، يثبتوا للنهاية. ودي طبعا المسيح اتكلم عنها في الصح كامل يوحنا 15: أنا الكرمة وأنتم الأغصان، اثبتوا فيا، إن لم يثبت الغصن في الكرمة يجف ويطرح خارجا وما يجبش ثمر، لكن إن ثبتتم فيا وثبت كلامي فيكم تطلبوا ما تريدون فيكون لكم. فالثبوت في المسيح يخلي عصارة الكرمة تسري في الأغصان، جسد المسيح، حياة المسيح، دم المسيح، روح المسيح، وصايا المسيح، كل دي تبقى متجسدة فينا وتبقى مثمرة فينا ومطلوبة إن نثبت فيه للنهاية، للنهاية. بعد كده بيشير إلى مشكلة محلية كانت في فيليبي بين 2 سيدات كانوا من القادة في الخدمة، واحدة اسمها أفودية والتانية اسمها سنتيخي، كان دايماً يختلفوا مع بعض. كانوا الاثنين خادمتين عندهم مواهب حلوة كويسة وكانوا مثمرين وكل حاجة، لكن مشكلتهم ما كانوش يحبوا بعض كفاية، وكان دايما رأيهم ضد بعض ودايما يعكسوا بعض وعاملين مشاكل. اتسجلت الحكاية دي يعني على رأي اللي قال ده، دخلوا التاريخ بس يعني بسمعة مش حلوة، يعني دخلوا على إنهم اتنين دايما متخانقين مع بعض ودايما مختلفين مع بعض ومنقسمين على بعض، ودي حاجة مش كويسة وتتعب الكنيسة كلها وتسبب عصرة كبيرة. فبيقول: أنا رجائي ليهم أفودية وسنتيفي أن تفتكر فكرا واحدا في الرب، إن هم يتفقوا مع بعض، يتحدوا بالمسيح الرأس علشان يكون لهم نفس الفكر. نعم أسألك أنت أيضا يا شريك المخلص منذ الساعة هاتين اللتين جاهدت معي. ما بننساش جهادهم وتعبهم وكل حاجة، لكن ممكن يضيعوا جهادهم وثمرهم وكل اللي كسبوه عن طريق المناوشات المستمرة والخلافات المستمرة اللي بينهم في الرأي. ساعدتين اللتين جهدت معي في الإنجيل مع أكليموندوس أيضا، وباقي العاملين معي الذين أسماءهم في سفر الحياة. وهنا نستغرب، يعني هو بولس الرسول كان يطلع على سفر الحياة؟ طبعا لا، لكن ده بيورينا جمال الرجاء المسيح، الرجاء المسيح زي ما قال المسيح في لوقا 10:20: افرحوا لأن أسماءكم كتبت في السماوات، كتبت في السماوات.
فهنا بيقول إنه طبيعي ولاد ربنا وبنات ربنا اللي عايشين معاه بأمانة، دول أسمائهم موجودة في سفر الحياة. فبيقول علشان كده واثبتوا في الرب للنهاية، لأنه دايما محتاجين مع الرجاء إلى الصبر. يقول الذي يصبر إلى المنتهى فهزا يخلص. وفاتت علينا قبل كده في إصحاح 2 لما يقول تمموا خلاصكم بخوف ورعدة. فما نضيعش الخلاص بتاعنا والنعمة اللي ربنا ادهلنا من أجل خلافات فرعية أو شكلية، أو ما تستاهلش. لازم نحافظ على وحدانية الروح وحدانية المحبة. ويرجع يكرر تاني في فيليب 4:4 افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. شوفنا قد ايه كلمة افرحوا تكررت، عدتوها. فرح في الإيمان، فرح في الصلاة، فرح في الضيقات، فرح في الآلام، فرح بخلاص الآخرين. يا سروري وإكليلي افرح بالرب كل حين، وأقول أيضا افرح. يعني مفيش حاجة أبدا في الدنيا تبرر أن تسلب الإنسان المسيحي فرحه مهما كان مهما كان. مرة واحد بيشكي من ألمه وضيقاته أوجاعه أمراضه، فبص لقى صديقه اللي بيشكي له همه ده بيضحك. فبيقول له انت بتضحك على ايه؟ قال له بضحك علشان انا عندي زي اللي عندك ده يمكن مرتين، ومع ذلك اشكر ربنا، لانه ان كان بيسقيني المر بالمعلقة لكن بيسقيني الحلو بالمغرفة. بيسقيني الحلو بالمغرفة يعني بيسقيني الحلو أكثر. لسه الأفراح اللي عندي أعظم بكتير من الضيقات ومن الأحزان ومن الحاجات الوقتية دي. عشان كده يقول إنه آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فيه. افرحوا في الرب كل حين، أقول أيضا افرحوا. ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس. الحلم هنا يعني طول البال، إنسان حليم وديع صبور، ما يبقاش غضوب ولا متسرع، لكن إنسان حليم زي ما قال الكتاب عن موسى في سفر العدد أصحاح 12، وكان الرجل موسى حليما أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض. ويقولوا أعطى الرب سليمان رحابة قلب أكثر من كل الناس. فوسع قلبك، وسع قلبك. يقول كما لأولادي أقول كونوا متسعين. يعني على قد ما نوسع قلبنا ونوسع صدرنا ونوسع مداركنا ونوسع مخنا، نقدر نقبل الناس في ضعفتها وحتى في عيوبها وفي خطاياها وفي سقطتها، ويكون حلمنا ده طول البال. دي اللي يقولوا عليها طول البال تهد الجبال. ليكن حلمكم كمسيحيين وكأولاد الله معروفا عند جميع الناس. الرب قريب، وده طبعا سبب الفرح، سبب الفرح كله إن شعارين بأن ربنا قريب. ودي موجودة كمان في إشاعية 55 لما يقول أيها العطاش جميعا هلموا إلى المياه، والذي ليس له فضة اطلبوا الرب ما دام يوجد، ادعوه وهو قريب. الرب قريب، ربنا قريب منكم خالص. كل ما يزيد إيمانكم تشوفوا أكثر طوبى الأنقياء القلب لأنهم يعينون الله، فتعرفوا أن ربنا قريب منكم، فتتعزوا وتفرحوا وتتغاضوا عن الأتعاب بتاعة الزمان الحاضر والضيقات والاضطرابات أيا كان. عدد 6 عدد جميل جدا، 6 و7 يا ريت نحفظه. يقول لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلن طلباتكم لدى الله.
وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. أقوله تاني: لا تهتموا بشيء. في الإنجليزي be anxious for nothing. لا تهتموا في الإنجليزي أوضح إنها لا تنزعجوا. ما تنزعجوش، ما تفزعوش، ما تخافوش من أي شيء مهما كان، لكن في كل شيء تلتجئوا لربنا اللي قريب منكم ده بالصلاة والدعاء مع الشكر. ما تنسوش الشكر هنا على الماضي كله، اللي حفظكم الماضي كله وأكرمكم في الماضي كله وأحسن إليكم في الماضي كله. افتكروا زي مزمور 103 اللي داود بيقول فيه: بارك يا نفسي الرب ولا تنسي كل حسناتي، بارك يا نفسي الرب كل ما في باطني، يبارك اسمه القدوس الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك، الذي يفدي من الحفرة حياتك، الذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك. فنعيش في حياة الشكر والفرح، ما ننزعجش أبدا لأي حاجة. في أي حاجة ممكن أنها تضايقنا أو تتعبنا شوية، نلتجئ لربنا إيه بالصلاة والدعاء، وما ننساش مع الشكر، لأن الشكر هيفكرنا بالأحسن إلينا في الماضي، موجود النهاردة وموجود بكرة وإلى الأبد، ويسوع المسيح هو أمس واليوم وإلى الأبد لا يتغير في كرمه وحبه ومرحمه وإحساناته واستجابته للصلاة وعونا شديدا في الضيق. احفظوا الآية دي 6 و7، هي تعتبر آية واحدة: لا تهتموا بشيء أيا كان، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلن طلباتكم لدى الله. خلاص عرفتوا طلباتكم، يبقى حط في بطنك بطيخة صيفي زي ما بيقولوا جماعة بتوعنا في مصر. وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. بعد كده في بعض الوصايا الختامية أخيرا أيها الإخوة: كل ما هو جليل، كل ما هو حق، كل ما هو عادل، كل ما هو طاهر، كل ما هو مسر، كل ما صيته حسن، إن كان فضيلة وإن كان مت في هذه افتكر. بيقول لنا إنه هذه البرنامج بتاع حياتنا ما نفكرش في الأمور التافهة والأمور العالمية والمشاكل الصغيرة اللي بتتعب الناس واللي شغلهم ليل ونهار على الفيسبوك والتلفزيون وغيره. لا، خليكم دايما انتوا تفكروا في كل ما هو حق وكل ما هو جليل، كل ما هو عادل، كل ما هو طاهر، كل ما هو مسر ومفرح، كل ما صيته حسن، ان كان فضيله وان كان ما في هذه اشتهر. عمل لنا برنامج كده جميل، اطار للحاجات اللي مفروض نفكر فيها ونعيش فيها. وبعدين يقول: ومتى علمتموه، ومتى سلمتموه، وسمعتوه، ورأيتوه في، فهذا افعاله واله السلام يكون معه. فهنا بيقول لهم: واللي شفتوه فيه وتعلمتوه واستلمتوه وسمعتوه وشفتوه بعينيكم، في هذه افعال. في رسالة تانية قال: تمثلوا بي كما أنا بالمسيح. زي ما أنا بتمثل بالمسيح، كان بيقول لكي تكون مشابهين صورة أمه، إحنا كمان نتمثل بالآباء الرسل بالقديسين بقدر ما تمثلهم بالمسيح حتى نصل إلى تلك الصورة عينه. ثم أني فرحت بالرب جدا لأنه قد أظهر اعتناءكم مرة اعتناءكم بي، كنتم تعتنون لكم كل فرصة، ليس أن يكون من جهة احتياج، فأني تعلمت أن أكون مكتفيا بما فيه. وكان دايما يقول: احتياجي احتياجاتي الذين ما خدمتهم أتاني لإهداه. كان بيشتغل بإيديه في صناعة الخيام علشان ما يتقلش على حد أبدا وما يعيش عالة على حد. وعلمنا كده إن إحنا نتعب شوية لكي نساعد الضعفاء،
وما نطمعش في أي مقتنيات أرضية أو أي مكافآت عالمية. تعلمت أن أكون مكتفياً بما أنا فيه، أعرف أن أتضع وأن أستفضل في كل شيء، جميع الأشياء. تدربت أن أشبع وأن أجوع وأن أستفضل وأن أنقص، أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقوي. دي آية مشهورة 4:13، أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. بس ساعات ناس بتطبقها في غير مكانها، بيفتكروا يعني خلاص بقى إنسان مسيح بقى سوبرمان، يعني إنه يقدر يعمل المعجزات ويعمل كل حاجة، يستطيع كل شيء. لا، هنا كان بيتكلم على إن تدربت في كل الأوضاع اللي أنا أوجد فيها، في الفقر، في خير، ما فيش خير، في أكل، ما فيش أكل، في حرية، في سجن، في كل الظروف، أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقوي. يعني في كل الضيقات، في كل المضايقات، في كل الاحتياجات، في كل الظروف، أقدر بنعمة المسيح. المسيح كان بيقويني وكان بيسدد احتياجاتي، أستطيع أن أنا أكل، أو أستطيع أن أنا أصوم، أو أن أنا أجوع لو ما فيش فلوس. بالشكل ده يعني حياته المسيح الرب رعاية، فلا يعوزني شيء. ودي أشكرهم على أنهم اشتركوا في ضيقته، وأنهم بعثوا له هدايا، وأنهم اشتركوا معاه من بداية الإنجيل لما خرج من مكدونية. لم تشاركني كنيسة واحدة في حساب العطاء والأخذ إلا أنتم وحدكم. بيشكرهم على يعني محبتهم وعطاياهم السابقة. فإنكم في سالونيكا أيضا أرسلتم إلي مرة ومرتين لحاجتي، فكانوا الفلبيين مخلصين ومهتمين بالرسول بولس وطلباته واحتياجات الخدمة، وبيساعدوا ويشجعوا كتير، وهم مش ناسي ده وبيدعوا. ليس إن أطلب العطية بل أطلب الثمر المتكسر لحسابكم، ولكني قد استوفيت كل شيء واستفضلت، وإذا امتلأت قبلت من أوفروديس الأشياء اللي من عندكم، نسيم رائحة طيبة، ذبيحة مقبولة مرضية عند الله. فيملأ إلهي كل احتياجكم، بيدعيلهم، يملأ إلهي كل احتياجكم بحسب عينه في المجد في المسيح يسوع. يعني ربنا يعوضكم بكل خير ويملأ كل احتياجاتكم حسب غناه في المجد. غناه ده لا يستقصى من الناحية الروحية والجسدية والمادية. ولله أبينا المجد إلى دهر الدهور، آمين. سلموا على كل قديس في المسيح يسوع، زي ما شفنا في أول الرسالة، إلى كل القديسين اللي في فيلبي مع أساقفة وشمامسة. فكان كل إنسان مسيحي يعيش حياة القداسة، مقدس في المسيح. وعشان كده حطينا ليتقدس اسمك أول طلبة في الصلاة الربانية. سلموا على كل قديس في المسيح يسوع. يسلم عليكم الإخوة الذين معي، يسلم عليكم جميع القديسين، ولا سيما الذين من بيت قيصر. والآية دي بتلقي ضوء على إنه المسيحية دخلت عن طريق بعض الناس اللي كانوا بيشتغلوا في القصر الإمبراطوري مع نيرون نفسه الوحش والطاغية ده. فدخلت المسيحية إلى بيت قيصر من حيث لا يمشي. والختام نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم، آمين. كتبت إلى أهل فيلبي من روميا، من سجن روما على يد أبفروديتس. وقلنا إن دي من رسائل السجن، هي وأفسس وكلوسي وفليمون بيسموها رسائل السجن. وإنه رغم إنه كان في السجن ومقيد، لكن كان دايما فرحان بربنا، وبيتكلم عن الفرح، وبيوعظ، بيثبت الناس، وبيشجع على الإيمان. وهكذا يكون تلميذ المسيح بالحقيقة، ينسى روحه ويفكر في الآخرين أكثر من نفسه، ويتمثل بسيده ويتمثل بالآباء الرسل زي ما الكتاب
أعلم. ربنا يبارككم ويبارك في قراءتكم ودراستكم، ونحفظ الآيات الذهبية المشهورة في هذه الرسالة زي افرح بالرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. إن كنت بتتنرفز بسرعة بتاع افتكر الآية اللي بتقول يكن حلمكم معروفا عند جميع الناس، تفرح في الرجاء لأن بيقول اسمك مكتوب في السماء. هذه الحاجة الحقيقية اللي تستدعي إن أنت تفرح. تمم خلاصك بخوف ورعدة، إنك ما تبصش ورا، تقدم للأمام، أنسى ما وراء وأمتد إلى ما هو قدام، نحو جعل دعوة الله العليا في المسيح يسوع. إننا نفكر في كل ما هو طاهر وكل ما هو جليل وكل ما هو مسر ومفرح وصيته حسن، هنلاقي فيها تعاليم كثيرة جميلة، زي كمان بتاعت فيليب 4:6-7: لا تهتموا ولا تنزعجوا لشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. فكل ما يجي حد يشكي لك همه أو تشعر بأن الهموم كترت والمتاعب كترت، افتكر في الآية دي في 4:6: ما تنزعجش أبدا، لأنها هتكون للخير وربنا هيحولها للخير، وإن أنت عليك إن أنت تلتجئ إليه بالصلاة والدعاء مع الشكر. ما تنساش الشكر، لأنه طلباتك أول ما هتتعرف عنده وتتسجل عنده هيسمع ويستجيب ويدي لك أكثر مما تفتكر. في سفر ملاخي يقول: كلم متخو الرب كل واحد قريبه، والرب من السماء سمع وكتب أمامه سفر تذكرة. عشان كده بيقول لتعلم طلباتكم لدى الله، عرفوا طلباتكم من غير لا هم ولا حزن ولا انزعاج ولا قلق ولا خوف ولا حاجة. لتعلم طلباتكم لدى الله، عرفتوا طلباتك، ما تخليش السلام بتاعك يضيع منك أبدا. ما تنزعجش وما تتخضش وما تتفزعش وما تنشرش حواليك الخوف والشكوك والكلام ده، لكن يشوفوك ثابت وحليم ووديع زي الأسد. يقول: أما الصديق فكشبل ثبيت، زي الأسد في مواجهة الضيقات والحاجات دي، الرب معين لي فلا أخاف، وإن قام علي جيش لا أخاف، قلبي قمت علي حرف هذا مطمئن، وإن تشدد وتشجع قلبك وانتظر الرب في كل حين، الرب قريب. يبارك إلهنا كلماته الصالحة، وأنا تحت أمرك لو في أي حد عنده ملحوظة أو سؤال أو حاجة. في سؤال يا أبونا. حسب التثنية 23 بتاع لا تدخل أجرة زانية أو ثمن كلب إلى خزانة بيت الرب، هل فلوس اللوتري أو الرهان عموما أو المضاربة في السوق أو الربا أو الماني ماركت أو الحاجات دي يجوز التبرع بها وقبولها كنسيا، أم دي تخالف صفر؟ لا برضو مش مقبول. دايما الأخوال الأرباء يقول لك إنه الكنائس تبنى بأموال المؤمنين، بأموال المؤمنين، ومفروض تكون أموال حلال، مش جاية من غش أو سرقة أو زنا أو تجارة شريرة أو نجسة أو مضاربات أو سحر أو كلام ده. لا، ما تقبلش. بيوت ربنا مقدسة، وبيتك تهيك يا رب، وتبنى بأموال مقدسة. هل دي انكلودينج فوائد البنوك والمضاربة والماني ماركت؟ لا، فرق بين فوائد البنوك، ده موضوع تاني. البنك بيستثمر فلوسك المودعة فيه وهو بيستفيد منها، فبيدي لك منها ربح. ده موضوع تاني، وده المسيح نفسه أقره في مثل الوزانات. لما العبد دفن الوزن قال له: على الأقل كنت تحطها عند الصيارفة أو في البنك، أخذ الذي لي مع ربا أو مع فايدة، وانت نايم مش عايز تشتغل ولا تعمل حاجة، كانت هي هتثمر تطلع شوية فايدة، ما كانتش هتتعبك في حاجة، لكن تاخدها تدفنها في الأرض من غير أي استثمار ومن غير أي زيادة. أنت هنا
أيوة العبد البطال والكسلان، يعني اللي بطال من بطالة، أيدل أيدل ناس، يعني عاطل وباطل وكسلان ومش عايز تشتغل، والتاجر بالوزنات لمجد ربنا. شكرا يا بون. سؤال تاني يا بون ألبير، هنا بيتكلم بيقول لك افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا وأقول أيضا افرحوا ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس. الرب قريب، كلمة الرب قريب دي هل هو بيتكلم على نهاية العالم ولا نهايته هو ولا نهاية إيه؟ لا مش على نهاية حاجة أبدا، لكن بيقول إن ربنا قريب منكم خالص، وحيسمع لكم وشاعر بيكم وحسس بيكم وعارف ظروفكم، قريب منكم خالص. ربنا مش عشان ما انتوا شايفينه يبقى بعيد عنكم، لا الرب قريب. لكن في نفس الوقت تقدر تقول ان استجابته قريبه، ان مجيئه قريب، معاني فرعيه مستمده من ايات اخرى. لكن هنا لما بيقول ما تنزعجوش لان الرب قريب، اطلبوا لا تهتموا بشيء، بل كل شيء بالصلاه والدعاء مع الشكر وسلامه يملا قلبكم، لانه هو قريب منكم وسمعكم وحاسس بيكم وعارفكم وهيسمع ويستجيب. هذه مقصود ان ربنا قريب منا، قريب منا خالص. طب في السؤال الاولاني اللي كان الاستاذ بيسال عليه، بيقول لك ان لما تحط انت فلوسك تروح تخش في السوبر ماركت في بتاع في الستوك ماركت، ما انت بتعمل فيها فلوس، دي مش حرام انك تعمل فيها فلوس؟ الستوك ماركت تشتري ستوكس وبتبيعها وتشتريها وتعمل، ده استثمار. لا يعني عموما المضاربات، دي مش قمار، ياخدوا فلوسك. في ناس خسروا صرفتهم كلها في الستوك ماركت ده، الماركت كراش بتاع وخسروا فلوسهم وثروتهم وكل حاجه. فيعني المضاربات تجاره برضه مش مستحب. ممكن في تجاره يخسر برضه، يعني في تجاره تعتبر ليجيتمنت كل حاجه، يخسر السوق يتغير حاجه يعني يعني بحريص يعني ان هو ما يعملش حاجات تخلف. حتى استطيع كل شيء في المسيح يا ابونا. الحقيقه قدسك يعني غيرت مفهومنا، احنا كنا شاعرين ان دي بتدينا قوه كبيره جدا ان احنا نواجه العالم، وان احنا نشرير، وان احنا نسلك في هذا العالم بقوي مطمئن، لأن المسيح كل شيء، لأنه قال إن كان لكم إيمان مثل حبة خردل، فبالتالي يعني نستطيع كل شيء. يعني المفهوم بتاع استطاعة كل شيء دي ما بينصبش بس على إن أنا أواجه ال يعني حس الصعاب، كل شيء. هو عموما احنا بنستخي التفسير من سياق الحديث والجمله اللي قبلها واللي بعدها، الكونتكست هنا بنفيد. انا بقول ان هو قالها في مناسبه كده، مش يعني حاجه مفتوحه انه كل انسان مسيحي يستطيع كل شيء بقى زي ربنا يعني قادر على كل شيء. لا المسيح مش ده المقصود، لكن يقصد انه المسيح هيديله نعمه ومواجهه كل ظروف الحياه بارتياح وسلام، وهيكون ربنا معه يعني فيها. سؤال تاني يا قدس ابونا. اتفضل. لان قدسك اتكلمت على ان نفهم الايه من سياق الحديث، وجميل جدا. الايه نمره 3 في الاصحاح الثالث الاثنين، اللي هي انظروا الكلاب، انظروا فعلة الشر، انظروا القطع. هل ممكن يكون القطع ده مقصود به اللي بيطالبوا بالختان اليهودي للمؤمنين؟ لا
لا ما هو الختان ده كانت عهد بين ربنا وابراهيم ونسله، هو نفسه بيفتخر قال من جهه الختان مختون في اليوم الثامن، لكن عايز يقول انه ليس ختان الجسد هو الختان لكن ختان القلب بالروح وختان الاذن وختان العقل والفكر، هو ده المقصود مش مجرد ختان الجسد. فقال لهم ليس يعني ليس جسدهم او فيهم، لكن اللي بيسمع إيمان أبينا إبراهيم إن كنتم والله إيمان إبراهيم. نسيم أنا وصلت. لا نسيم أخونا برضه. صوت يا جماعة، صوت يا جماعة، صوت يا جماعة، صوت يا جماعة. ده كل عربياتي مشارك فيها يعني. صوت يا جماعة دكتور منير، فمشارك في كل عربيات. عملت كده معايا ليه دكتور منير؟ ايوه قلت ابونا رأفت. اهلا، ازيك يا اخي؟ الحمد لله. هل لسه حكايه الفلوس بتاعت الكلاب دي من زمان ولا لغايه دلوقتي ماشيه؟ يعني هل الكلاب نجسه زي ما بيقولوا الحاجات دي؟ يعني نفهم الفكرة الأصلية اللي كانت موجودة لما يقول لا تعطوا القدس للكلاب، كلب عاد إلى قيئه، لا تدخل تمن كلب حطها جنب أجرة زانية لبيت ربنا. فيفهم من كده إنه كانت الكلاب نجسة سواء في شراهتها أو شراستها أو في إنما تعرفش غير الأكل والجنس والحاجات دي، زي حيوانات يعني كالحيوانات غير الناطقة. إنسان في كرامة ولا يفهم يشبه البهائم التي تباد. لكن يعني لما يبقى عندك كلب صغير من كلاب الزينة اللي موجودة دلوقتي في البيوت أو إذا ما نعتبروش يعني نجس، هي موجودة المفهوم ده عند المسلمين أكتر إن الكلب ينقض الوضوء بتاعه فلازم يغتسل ويستحمى تاني. ما عندناش إحنا يعني حقيقة من اليهودية بالمعنى ده. أيوة ما هم طبعا أخذوا كتير من اليهود، هم أولاد عم أولاد عم وأخذوا كتير عنهم في الحاجات اللي زي دي وفي الحروب والطقوس يعني هل احنا ملتزمين يا ابانا؟ انا ملاحظ ان قدسك دائما بترجع الى اشعياء والى القوانين بتاعت يعني لويين وتثنيه وكده، خصوصا في الصيامات والحاجات دي. هل احنا ملتزمين يعني بالطقوس اليهوديه دي كلها؟ لا مش الطقوس، يعني المسيح له المجد قال ما جئت لأنقض الناموس بل لأتممه. هنا مش أكمل بمعنى الناس بتفهمها غلط، لا تفهم تكمله أضاف إليه، لا تفلفل يعني أنفذه أطبق وأنفذه. أكمل لما شاف الأبرص قال له روح أري نفسك للكاهن زي ما قالت الشريعة في لويين 14. العذراء نفسها قال ولما تمت أيام تطهيرها راحت الهيكل، ما دخلتش قبل كده لأنه كان ممنوع تلت ذكر ما تقدرش تدخل الهيكل قبل 40 يوم أو لكن كانت 40 يوم، وده ماشي لغاية دلوقتي احنا ماشيين عليه برضه. بس ده كان في العهد القديم قبل المسيح ما مش كل ما جاء في العهد القديم أبطل أو خلق انتهى، اللي كان فيه إشارات معينة وتمت خلاص، لكن اللي فكرته ثابتة وما تتغيرش مستمر زي ما شفنا المسيح نفسه تمم وطبق الناموس
احنا موسى مساف حاجات كتير، وقال له روح اعمل زي ما قال لك موسى. وقال زي ما قريته في موضوع العليق، إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب ليس إله أموات بل إله أحياء. فالمسيح استشهد بالعهد القديم في آيات كثيرة، في مواضع كثيرة. داود لما جاء أكل خبز التخليم الذي لا يحل أكله إلا الكهنة، حال الضرورة، ضرورات توبيح المحظورات. فاستشهد بالعهد القديم في حاجات كثيرة. أما الحاجات اللي يعني بطل معناها أو مفهومها أو كانت رمز وتحقق أو بتاع، يعني إزاي الكلام ده يعني تتماشى مع كلمة أصدق كل الأشياء تحل لي وليست كل الأشياء توافق؟ كل الأشياء تحل لي ولكن لا تعبدني شيء. يعني 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 مسألة الحلال ديت والكلام ده ما عندناش احنا بتاعي الكلام حكاية حرام وحلال، عندنا حلال كل شيء يحل يعني، ولكن مش كل الأشياء توافق. مش بس توافق ولا يتسلط علي شيء وليس حبيبي شيء. وإن كان أكل اللحم يعطر أخي ما كلش لحمة، يعني احنا نفرض على نفسنا قيود علشان نتفادى العثرات. يعني زي ما قال أمين اللي بياخدوا الجزية من بنيهم أو من الأجانب، قال له من الأجانب، قال له إذن البنون أحرار، يعني إحنا مش ملزمين، لكن لألا نعثرهم روح وديه. فيعني المسيحية مفهومها طبعا أوسع وأعظم، وبتمشي حسب الروح أكتر من الحرف، ويهمها البنيان الروح. لكن بالنسبة لبعض الحاجات، مش كل ما جاء في ناموس موسى يبقى بطل. المسيح نفسه قال ولا يمكن أن ينقض المكتوب. لا بس برضه المسيح لما يتكلم عن الطلاق يعني غير يعني نقض الشريعة في الحتة دي. موسى لأجل قساوس قلوبكم عمل كده، يعني إذا ممكن موسى يكون من أجل قساوس القلوب عمل حاجات أخرى يعني. ده موضوع كبير بقى، وبحث مرات كتيرة في المجمع المقدس وفي المجلس الملي. أنا كنت عضو في المجلس الملي، كنت عضو في لجنة وضع مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد لجميع طوائف المسيحية في مصر سنة 78. كان متنايح البابا شنودة رئيس المجلس، وأنا كنت سكرتير المجلس، ونقش الموضوع ده بتفاصيل كبيرة خالص. ممكن يعني لو عايزين نبقى يتعمل له حلقة لوحده، لكن مش هنقدر نقول في كلمة ونص كده. نحن عاوزين بقى ناخد جزء من العهد القديم قلتك تختاره لنا ندرسه بالتفصيل، ويكون له يعني مدلول ايماني في العهد الجديد. يعني يكون مش نبوة، ولكن يكون جزء يعني كومباريتيف تشريع. يعني مثلا ناخد زكريا، ناخد جزء من يعني مثلا يوم السبت. اذكر يوم السبت اللي تقدسه، يوم راحة ولتقديس الرب وتمجيده وخدمته وعبادته. وده تحول الى الاحد المسيح، المفهوم الاصلي بتاعه موجود لكن تغير حرفيته من السبت الى الاحد، ودي ابتدته الكنيسة المسيحية لانه حصل في حاجة اعظم اللي هي قيامة الرب من الأموات وإتمام الخلاص والراحة الحقيقية في قيامة المسيح. فمثلا دي حاجة. وبعدين كانوا فاهمين إن السبت يعني محرم فيه عمل أي شيء، لدرجة بقى كتر بقى التخاريف بتاع الفارسيين. يقول لك مثلا يوم السبت أنت ممكن تشيل إبرة تحمل حمل يكون مثلا في وزن إبرة، بشرط تكون الإبرة غير ملضومة.
لكن لو كانت الإبرة مرضومة فيها فتلة يبقى كسرت السبت. فيعني بقى زودوها بقى شوية في التحابيش بتاعتهم دي. وعشان كده المسيح هو ده اللي ما عجبوش وقال لهم أبطلتم وصية الله بسبب تقاليدكم. مثلا يقول اكرم أباك وأمك، تقوم تيجوا انتوا تبطلوا، ده يجي اللي يساعد أبوه أو أمه في آخر أيامهم بشيء من فلوسه يقول لهم قربان الذي تنتفعوا به مني اللي أنا كنت هساعدكم به، أنا ندرت ونادر الربين خلاص مش هساعدكم. قال لهم يبقى انتوا أبطلتم وصية الله بسبب تقليدكم. فلازم نفهم الوصية وروح الوصية وفكرتها ونطبقها بس بفهم روحي. مثلا كانوا فاكرين انه ما تعملش اي حاجة ابدا يوم السبت. فقال لهم لا، نعمل عمل الخير في يوم السبت. يجوز من منكم اذا وقع طرو او حمار ولا خروف حفرة يوم السبت ما يطلعوش؟ مش بتطلعه؟ طب يبقى انت عملت حاجة، يبقى انقذ نفس مش اهلكها. بس مش حاجات كتيرة، مش حاجات كتيرة، مش قالوا حاجات كتير قوي كده غير ستيف. يعني لما نقرا الشريعه هنلاقي موسى بيتكلم عن السبت ده، يعني لهم حق ان هم ما يخرجوش من البيت. ده رايي يعني طبعا، بس يعني صحيح ما الناموس بيمثل العداله المطلقه، والراجل اللي راح يحتطب حطب يوم السبت رجموه وقتلوه. طبعا المسيح غير المفاهيم دي، يعني جاي مكمل فهمنا ان الناموس هو بيرفكت ويجوز الخير في السبت وكل حاجه وانقاذ نفسه. يعني sometimes الواحد بيلاقي انه التزامنا ب مثلا 40 يوم من التطهير بعد الولادة للولد و80 للبنت وكده، يعني دي يعني دي بيور جويش. يعني هتستغرب ان دي مطبقة مش بس عندنا، لكن حتى عند الجريك أرثوذكس والطوائف الأرثوذكسية التانية كلها. يعني أنا عرفت إنها مطبقة عند الطائفة التانية الأرثوذكسية. قعدت أدور على أصلها ليه. طبعا أصلها مش طبي أو صحي، لأن النزيف بعد الولادة بيتوقف عند ما بيزيدش عند ولادة البنت أكتر من ولادة الولد. وفي نفس الوقت بيتوقف قبل 40 يوم. في نفس الوقت احنا لما يكون طفل ولد ولا بنت وفي حالة خطر ممكن نعمده هو ابن يوم واحد أو أسبوع واحد، مش لازم نستنى دي. وقعدت أدور في تفسيرات اليهود نفسهم لسفر اللاويين أصحاح 12 اللي اتكلم فيها الموضوع ده 80 يوم والأربعين يوم، فلقيته إنه بيقولوا إنه كانت حكمته إن حواء هي اللي دخلت الخطيئة إلى العالم، ليس آدم أو الرجل اللي أغوي، بل المرأة أغويت سقطت في التعدي، وهي اللي كانت سبب في سقوط آدم كمان والجنس الذكوري. فقالوا إنه كل ما تولد حواء جديدة يفكروها بالعقوبة دي، يسموها عقوبة تذكيرية، عقوبة تذكيرية. لكن لو في ضرورة مثلا الطفلة أو الطفلة في حالة خطر أو جاله مرض ممكن يتعمد في أي يوم، ما يستناش 40 ولا 80. أيوة، بس إحنا أصلا ما كانش عندهم عماد، يعني اليهود إحنا العماد عندنا إحنا من أول يوحنا. أضرب مثلا هو عندهم يقول لك ما تدخلش الهيكل، لا تمس المقدسات. وعشان كده العذراء نفسها رغم طهارتها وقدستها
لما تمت أيام تطهيرها يعني قعدت 40 يوم، خلصوا ال40 يوم، حملت الطفل يسوع ودخلت بيه إلى الهيكل. الحادثة المشهورة برزنتيشن لما حملوا سمعان الشيخ على إيديه وقال الآن أطلق عبدك بسلام حسب قولك لأن عيني أبصرت. خلاص، فإذا كانت حتى العذراء رغم طهارتها وقداستها حافظت هذا الناموس، فيعني يليق بنا أننا يعني ما نكسرش الوصايا دي، ناخد فكرتها على الأقل ما دام ما فيش أي مبرر للضرورة أننا نكسرها، زي ما بقول في حالة طفل حيموت عنده مرض خطير وخايفين عليه يموت قبل ما يتعمد، فبنعمده في أي وقت. يعني ناخد روح الوصية مش حرفيه. بالضبط. شكرا يا بانا، وقلتك بقى تفكر لنا في سفر نبتدي بيه إن شاء الله الحد الجاي إذا كان خطك يعني ما تحبش مننا. والعايز سفر من العهد القديم. العهد القديم بتاعي هيبقى مناسب يعني اللي تشوفه قدامك. سفر التكوين يا ابونا. 50 اصحاح. يعني ممكن الاولين بيمشوا بسرعه، مش لازم يبقى تخش فيهم بديتيل جامد، يعني بتمشي في الاول شويه. مش انا بذاكر سفر التكوين دلوقتي، فممكن اخذ منك بيانات حلوه. هو سفر التكوين طبعا مهم واساسي، واساس الكتاب المقدس كله. مش معقول هناخده ايه ايه بقى واصحاح اصحاح بالترتيب، لكن ممكن ناخد يعني اهم الحاجات اللي جت فيه واقسامه وعلاقته بالعلم الحديث الخاص بالنشوء والارتقاء. خلاص، ربنا يسهل ويدينا العمر وان شاء الله. أول كم أول إصحاحين فيه ولا ثلاثة أصحاحات؟ أول ثلاثة أصحاحات، أكثر أصحاحات هجمت من الناس اللي ما هماش يعني متدينين. إحنا مشاركين خالص يا بانا، ونبتدي يعني أصل إحنا في الحقيقة يعني في بتكلم عن نفسي في يعني أسفار، خصوصا الأسفار ال يعني الأنبياء الصغار اللي فيه خلاص مش طايق يعني الصغيرين ما بيعدوا علينا كده، ما بن يعني ما بنشوفش فيهم دراسة إلا بس في الكتب يعني، وبيشار لهم بس كده لما يكون في إشارة. والطلب ده فعلا يعني شوف وقتك انت قلت بقى ربنا يرشدك نبتدي، بس ناخد خبر عشان نقول للناس. سؤال، سفر إشعياء مليان حاجات حلوه ممكن نمشي فيه حلو. إشعياء صعب بس إشعياء كله نبوات بقى نبوات كبار، بس بكتير قوي بتطبقها بنقراها في اسبوع الاعلام وفي كل وقت بنقرا حاجات كتير من سفر اشعياء. طلبوا في اجتماع الاسره برضه حكايه الانبياء الصغار، فكلمتهم عن سفر يوئيل، وكلمتهم مره ثانيه عن سفر عبادية. يوئيل ثلاث اصحاحات وعبادية اصحاح واحد، وطبعا يونان معروف الكل عارفه بأربع أصحاحات. في حبقوق مثلا من الأسفار الجميلة برضو من أسفار الأنبياء الصغار، ممكن لو حبيتوا نتكلم عنه. احنا في الأنبا بشمودة درسنا شوية أنبياء صغار، منهم مثلا عزرا و اللي شوفوا قدسك أول. طيب ربنا يرشدنا ويختار. ربنا يرشد إن شاء الله. إن شاء الله. أوكي. يا أتسابونا. نعم. عندي سؤال تاني رأفت. بالنسبة يعني عاوز قدسك تديني رأيك أو يعني ملاحظاتك على الانتخابات الجديدة مع فيليبي 4-6.
طب ثانية واحدة بقى نقفل تسمح لي نقفل التسجيل ولا تحب نكمل؟ ما فيش داعي للتسجيل. أوكي.